أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب؟ أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن بل زين للذين
وصدوا عن السبيل لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار صدق.